وبالعوده الى الحدث العالمي اكسبو 2020 دبي افتتح سمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم الرئيس الاعلى والرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعه رسميا الجناح الصيني في اكسبو 2020 دبي بحضور السفير الصيني وتعرض الصين في جناحها اخر ما توصلت اليه في مجال السكك الحديديه والقطارات فائقه السرعه بالاضافه الى انجازات الصين في مجال الفضاء. ومن المتوقع ان يصل عدد زوار هذا الجناح الى مليوني زائر خلال فتره المعرض الممتده لسته اشهر